أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب السعودي، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم الثلاثاء. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تبقى الأجواء غير مستقرة، فرصة لزخات متفرقة من الأمطار، 22 درجة مئوية كحرارة العظمى الملموسة، 21 الرطوبة مرتفعة 94%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أنتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء غير مستقرة في كل من سكاكا وعرعر، فرصة لزخات من الأمطار تكون رعدية أحيانا، سكاكا تسجل 22-13، عرعر 20-10، وتبوك طقس صافي 22-7. المنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة، طقس غائم جزئي لتفرق لبعض الغيوم 30-21، أما المدينة المنورة 26-14، مكة المكرمة 29-21، والطائف فرصة لزخات من الأمطار 22-15. المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار تكون رعدية في العموم، الباحة 19-16، أبها 19-11، وجازان 31-27. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأ بالدمام، أيضا أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 26-21، حفر الباطن 17-15، والإحساء طقس غائم جزئي 28-20. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض، فرصة لزخات متفرقة من الأمطار 22-17، بريدة 23-15، وحائل أيضا فرصة لزخات متفرقة من الأمطار 20-12 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.